النهارده في حلقه جديده في هوم سينما. هنعمل ستيفلر رياكشن، والتريلر اللي هنعمله الرياكشن هو فيلم ذا لايون كينج. ذا لايون كينج طبعا كان نزل تريلر بتاعه او تيزر من فتره، تقريبا من كام شهر كده، بس طبعا رفضت اني اعمله ستيفلر رياكشن علشان هو مدته كان 30 ثانيه تقريبا، فقلت هيبقى حاجه مبدئيا. وهو فعلا كالعاده برضو ما جابوش اي حاجه اصلا في التيزر، جابوا مجرد يعني الحته اللي هو الانتروديوسينج بتاع سيمبا وكده وبتاع، ومفيش اي حاجه جديده. يعني هو هيبقى نفس الكرتون القديم طبعا كالعاده. ما شفتش تريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Life's not fair. Begging for scraps. And the circle of life. حلو طبعا الفيلم، حلو انيميشن حلو، بس هو مفيش اي اختلاف عن اللي نزل سنة 94. هو نفس القصة وهو نفس الفيلم، هو بس عاملين مظبطين السي جي اي في الفيلم، مفيش اي حاجة جديدة. هو نفس اللي انا توقعته اللي هو بتاع سنة 94، مفيش اي حاجة جديدة. وعلى ما اعتقد بتاع سنة 94 كان برضو كان نزل في 2010، بس الاختلاف اللي كان فيه كان 3D بس، كان هو برضو نفس الفيلم. السنة دي هينزلوه تاني بس بقى بتقنية اعلى من سنة 94 وكده. زي ما قلت، انا شو لسه قاري الكاست دلوقتي كله. الكاست بتاع الفيلم، سيث روجن هيطلع بدور بومبا، في دونالد جلوفر ده اللي هو ابن داني جلوفر هيعمل هو سيمبا اللي كان طلع في فيلم ستار وورز سولو او سولو ستار وورز 2. وفي عندنا تشويتال اجي فور بدور سكار، وفي طبعا كيجن كي اللي هو طبعا الدوت المعروف اللي مع جوردان بيل، هيطلع واحد من الضباع، الضبع اللي هو الاهبل واحد في الثلاث تقريبا اللي كان اسمه كاماري. وعندنا طبعا ده الوحيد اللي موجود في الكاست اللي هو كان موجود في سنة 94 وهيجيبوه تاني، اللي هو جيمس ايرل جونز، ده اللي هو موفاسا، ده اللي هو اللي كان نفس الراجل اللي كان موجود في سنة 94 هيعملوه تاني، هيجي تاني برضه هيعمل بنفس الاداء الصوتي. عندنا بيونسي هتطلع بدور نالا، وبيلي ايتشر بدور تيمون، وعندنا برضو جون كاني هيطلع بدور رفيكي اللي هو القرد. الراجل ده اللي كان عمل بلاك بانثر وسيفل وور اللي هو كان تقريبا كان ابو بلاك بانثر. وعندنا طبعا جون اوليفر اللي هيطلع بدور الزازو اللي هو العصفوره اللي كان عامل فيلم ذا سميرفز. بصراحه اكون صريح معاكم، الكاست ده مش عاجبني قوي. يعني ممكن اللي يكون اللي عاجبني في الفيلم كله الاداء، يعني كاختيار للاداء سيث روجن ممكن كبومبا، انا شايف ان هو احسن واحد في رايي. انا بحب صوت سيث روجن جدا، انا شايف ان ده الوحيد اللي كان ممكن يليق، لان مش عارف ليه حاسس ان الكاست مش قد كده. على انا مش عنصري ولا حاجه، لان تقريبا 90% من الكاست كله سود. والله انا مش عنصري ولا حاجه، بس مش عارف، مش حاسسهم لايقين في الدور، غير يعني الوحيد اللي ممكن اقول ها اللي لايق اللي هو اللي كان عمل في سنه 94 اللي هو جيمس ايرل جونز اللي في دور مفاسا. غير كده التانيين مش عارف، مش حاسسهم قوي. انا بصراحه افضل الكاست اللي كان موجود زمان سنه 94. يعني طبعا كان في ماثيو برودريك، وكان في جيمس ايرل جونز اللي هو اللي هيبقى موجود هنا، وفي هيبقى كان في برضو على ما اعتقد جيريمي ايرونز اللي كان دور سكار، وفي كمان ووبي جولبرغ، وطبعا الدور العظيم اللي كان عامله رومان اتكنسون اللي هو مستر بين اللي كان عامل دور زازو. انا في وجهه نظري شايف ان الكاست القديم كان احلى بكتير وكان بيضحك اكتر. مخرج الفيلم طبعا مشهور جون فافرو، اول فيلم هو بدا الاخراج بتاعه كان في سنه 2002، كان عمل فيلم اسمه فيلم ميد، كان شارك في التمثيل في الفيلم بتاع ميد ده وفي الكتابه وكمان في الاخراج، ده كان اول فيلم كان يخرجه. جون فافرو ده طبعا اللي عارفينه بشخصيه هابي هوجن اللي موجود في مارفل،
وفي برضو الناس اللي عارفاه برضو كان من مسلسل فريندز اللي كان بيحب مونيكا اللي هو الراجل الغني. اخرج حاجات كثيره جدا الراجل ده زي ايرون مان الجزء الاول والجزء الثاني وكاوبويز اند الينز، وكان عمل كمان شاف مع روبرت داوني جونيور، وكان عمل كمان ذا جانجل بوك اللي كان من كام سنه. موعد عرض الفيلم 19 يوليو، نسبه ترقبي لي 8/10. بالتاكيد ممكن طبعا هشوفه لان طبعا بفكرنا بذكريات بتاعت زمان. بس انا التعقيب الوحيد اللي عايز اقوله ان الكاست مش لايق زي بصراحه زي بتاع سنه 94، فعشان كده ده برضو ممكن اكون يعني مش عايز اقول مقفول شويه من الفيلم، بس انا حاسس ان كان فيلم الكاست بتاعه كان يبقى احسن من كده. طبعا غير سيث روجن وجيمس ايرل جونز، ده حاجه الاثنين دول احسن من اثنين تقريبا في الكاست، الباقي كله مش حاسسهم. لو انتم متحمسين للفيلم يا ريت تقولوا لي في الكومنتات تحت وفي وجهه نظركم انهي كاست احلى، بتاع سنه 94 ولا الكاست ده. على الرغم من ان انا بحب على فكره الفيلم الوحيد اللي عجبني كانيميشن بالعربي هو الفيلم ده لاين كينج. يعني انا بالنسبه لي الفيلم اللي بالعربي الدبلجه اللي بالعربي احسن بكتير من الدبلجه بالانجلش. ملناش دعوه بالعربي، هنحط العربي ده على جنب. انا عايز اعرف بس بالنسبه لكم انتوا الكاست بتاع سنه 94 كانجلش احلى ولا الكاست ده. بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.